مساء الصحة والجمال، مساءكم زي الفل وبيضحك. وحشتوني جدا جدا، أهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج فكرة. وطبعا عشان احنا عارفين ان فكرتنا هي مستقبل بكرة، معانا النهاردة أفكار كتيرة وجميلة جدا، بس مش عايزة أقدم كتير وأطول كتير يعني في المقدمة بتاعتي عشان نلحق. أول حاجة عايزة أرحب طبعا بضيفتنا الأستاذة ميري عادل، أهلا بيكي شرفتيني. اهلا بيكي بس قبل حبيبتي. أي حاجة بس عايزة أخد من وقتكم دقيقة. أنا طبعا كنت قايلة قبل كده عندي على الفيسبوك، وطبعا هيبقى ينزل عندكم، إن يا جماعة أي حد عايز يتكلم عن شغله، عايز يعرض شغله، عايز يتكلم عن المحلات بتاعته، عايز يعرض فيديو لابنه او بنته، كل الحاجات دي ممكن يبعت لي ويتواصل معايا، وانا ان شاء الله هحاول اوصله بالبرنامج ويعني يكون معانا هنا في الاستوديو. في حاجة النهاردة انا جربتها كويسة جدا جدا جدا، وقبل اي حاجة طبعا انا كل حاجة انا ببقى حابة ان انا اجربها عشان المصداقية طبعا في التعامل. في عندكم كده لينك جروب هيظهر، هو اسمه شوبينج الهوانم، ادخلوا عليه يا جماعة، هو جميل جدا. هي بتكون الأستاذة هبة، طبعا التعامل معاها كويس جدا جدا. عايزة اوريكم الاكسسوارز بتاعتها، بصراحة حلوة جدا جدا، الكاميرا طبعا هتقرب وتشوفوه. الاكسسوارز ده يا جماعة بتاعها تحفة، جميل بجد. وعايزة كمان اقول لكم ان انا جربت الشنطة بتاعتها دي، برضو جميلة جدا جدا بجد، مصداقية في التعامل، وبجد جلدها تحفة وجميل. رقم التليفون بتاعها عندكم هيظهر لكم، لأي حد عايز يتواصل معاها. هي كمان هتفتح محل جديد هيكون اسمه ديجا، برضو اللوجو بتاعها هيظهر عندكم. بعد كده بقى دلوقتي عايزة بقى اتكلم معاكم في موضوع حلو جدا، هو عن التجميل. هنغير بقى طبعا، احنا اتكلمنا في الكورة واتكلمنا في المقاولات والتعمير، عايزة بقى النهاردة كده حلقة تكون بنانيتي شوية. النهاردة زي ما انا قلت لكم معانا الأستاذة ميري عادل، هي خبيرة تجميل، بتعمل حاجات جميلة جدا برضو عشان المصداقية في التعامل، فأنا استغلتها يا جماعة وهي عملت لي النهاردة المايكرو بليدنج. عايزة اقول لكم بقى هي بتعمل حاجات كتيرة جدا جدا. بصوا بقى، هي يعني انا مش عارفة بصراحة اقول ايه ولا ايه، بس هي بتعمل بروتين في الشعر، بتعمل مايكرو بيلدينج، بتعمل رموش، بتعمل تاتو، بتعمل حاجات كتيره. طبعا هي اللي هتكلمنا وتعرفنا على نفسها. اهلا بيكي تاني، برحب بيكي تاني، وعايزاكي بقى كده في الاول خالص تعرفي طبعا جمهورنا انت بتعملي ايه وكل حاجه عنك واسمك وكل ده، اتفضلي. مبدئيا كده مفيش اي ست في الدنيا جميله غير انها جميله. شوية تاتشات بسيطة بس ممكن تعملها الست تظهر الجمال ده. فأنا من هنا حبيت المجال ودخلت فيه، كل يوم بطور المجال واحدة واحدة، اتعلمت حاجات كتيرة ولسه بتعلم. بنعمل حاجات كتيرة جدا، الحاجات دي هي اللي بتظهر شكل الست، بتظهر جمالها، بتدي الست ثقة في نفسها، فصحتها النفسية وصحتها عامة تبقى كويسة. يعني أول حاجة ممكن أكون بعملها ومهمة جدا جدا جدا، الحواجب. الحواجب مهمة قوي في شكل الست، بتغير شكل الست نهائي. في ناس حواجبها ربنا خلقها كده، حواجبها خفيفة، احنا بشكل طبيعي جدا نقدر نخلي حواجبك شكلها طبيعي وفي نفس الوقت هي مرسومة. ما بصي بقى، عشان بقى ايه، ناخد كده يعني حاجة حاجة من شغلك، طبعا هنتكلم عن كل جزئية. عايزين طبعا نبتدي، هيتعرض لنا دلوقتي في الشاشة، انت شايفاها هي يا جماعة الحواجب زي ما انتم شايفينها، ده اللي اسمه يا أستاذة مايكرو بليدنج. مايكرو بليدنج، صح؟ اتكلمي لنا بقى عنه معانا كده. هي هنا حواجبها خفيفة جدا وفيها فراغات كتير، احنا بنرسمها بشكل طبيعي جدا، رسم شعيرات ثابتة، تفضل ثابتة معاكي لمدة سنة او اكتر كمان حسب بشرتك. بتديكي اللوك الحاجب الطبيعي وفي نفس الوقت بتظهر جمالك. في حاجة أنا سألتك عنها برضو النهاردة وأنا نفسي ما كنتش عارفاها، هي دي بتبقى عبارة عن إيه؟ يعني بتبقى بتاع ده حواجب بتتركب، ده شعر ولا إيه لا بالظبط؟ بصي، في ناس كتيرة بتفتكر إن هي إحنا شعر بنركبه، لا هي مش شعر خالص. أنا كنت فاكرة كده برضو. هي تقنية حديثة عبارة عن رسم شعيرات بمادة معينة تديكي شكل الحاجب الطبيعي.
قريبة جدا للحاجب الطبيعي، يعني يختلف تماما عن التاتو الحواجب العادي اللي هو بنرسمه صك كده مسطرة، لا ده المايكرو بليدنج رسم شعيرات تديكي شكل الحاجب الطبيعي. هو ايه الفرق بين التاتو وبين المايكرو بليدنج، وايه احسن في وجهة نظرك؟ بصي هو الفرقين، الفرق الاولاني التاتو العادي دايم على طول معاكي، اللي ممكن يحصل انه بعد كذا سنة اللون بس يخف، تعملي ريتاتش اعادة تعيدي على اللون، اللون يظهر تاني، ده دايم. المايكرو بليدنج للأسف علشان هو سطحي شوية مدته بتبقى سنة، من سنة لسنة ونص تقريبا. هو في ناس بتقول، او انا برضو كنت عايزة استفسر عن حاجة، الموضوع ده هو بيبقى حسب البشرة صح؟ المايكرو لا بليدنج لا لا، الموضوع ده على حسب الشخص او العميل اللي قدامي عايز ايه. في حد يحب التاتو العادي، مش هي مش حابه شكل حواجبها بشكل طبيعي، لا هي حابه يبقوا مرسومين بلون تقيل. لا لا انتي مش فاهميني، معلش يا عذرا، انا اقصد الموضوع اللي هي بيفضل قد ايه على حسب البشرة، او الاعادة اللي انتي حضرتك بتعمليها بعد كده على موضوع المايكرو بيلدينج ده. سواء التاتو العادي او المايكرو بليدنج الاثنين ليهم اعاده بعد شهر. طبعا بتقابلنا بقى بشره بتحتاج اعاده، واتنين لان ايوه، ما ده بقى اللي انا بسألك عليه. في انواع بشرات تحتاج تعملي اعاده واعاده تاني، لان اللون مش بيثبت معاكي من اول مره. فده ده المايكرو بليدنج. التاتو برضو نفس الكلام، الفرق ما بينهم المده بتاعتهم والشكل، يعني الشيب. الفرقين هم المدة، المايكرو بليدنج ثابت مدة قليلة لأنه سطحي، بنتعامل على الطبقة الأولى والطبقة الثانية من الجلد. طيب أما بعد ما انت بترسميه، ايه التعليمات اللي انت كنت بتديها للناس؟ التعليمات إن احنا مش بنجيب عليهم مية لمدة أسبوع. بيعملوا قشرة طبعا لأنه جرح، عبارة عن جرح، مش بنقشر القشرة دي بإيدينا خالص، لازم نسيبها هي تقع لوحدها. بس كده. طيب بعد كده عندنا، انت كمان بتعملي بقى تاني حاجة، عندنا البروتين صح، البروتين بروتين الشعر. عايزة برضو على الشاشة برضو هيظهر عندنا بموضوع بروتين الشعر ده، كلمينا شوية عنه، لان انا بقى من الناس اللي جربت الموضوع ده، وبرضو كنت بتكلم معاكي عليه، بقولك هو بجد فعلا بينزل الشعر. في ناس بتشتكي اول ما اي حد بيقول اعمل بروتين يقولك ده بقى بينزل الشعر، ده بيقعد شوية والشعر كله بينزل. بصي للأسف الناس بتعمل عند حد مش متخصص، فالحد ده بيبقى جايب مادة يعني سعرها رخيص علشان تدي كمية أكبر ويستفاد هو منها أكتر. بس لا، احنا بنجيب مادة كويسة جدا مفيهاش، أهم حاجة أهم حاجة في البروتين تستخدمي مادة مفيهاش فورمالين، لأن المادة اللي الناس بترجع تشتكي منها إن نزلت شعرها هي الفورمالين اللي بتبقى جوه البروتين. الفورمالين دي مادة أصلا مسرطنة، فاحنا ما ينفعش أصلا نستعمل بروتين فيه فورمالين. الفورمالين بيدي فرد أكتر، فالناس بتجري ورا الحاجة بتدي فرد أكتر، بس بترجع بعد شهر واتنين تلاقي شعرها بيقع، فهي مش مستفادة أي حاجة. لا، أنا البروتين اللي أنا بستخدمه برازيلي خالي تماما من الفورمالين، لدرجه ان انا بعمله للاطفال وللستات الحوامل، يعني دول اكتر فئتين حساسين جدا، طفل طفله او ست حامل، في يعني في جنين جاي، كل حاجه بتعمليها بتاثر على الجنين جوه بطنك. فلا، احنا بنستخدم فورمالين، بروتين خالي من الفورمالين تماما، نوعه حلو جدا، بيدي نتيجه هايله بصراحه. بيخلي شعرك بعد كده انتي يعني مش محتاج استشوار، مش محتاج مكوى، مش محتاج اي حاجه خالص، يعني اللي هو زي ما بتغسليه ينشف، تلاقيه مفروض كأنك عاملاه في كوافير بالظبط، طب وبيفضل قد ايه؟ بيفضل معاكي على طول. بتطلع بقى الجذور، حتت جديدة هي اللي فتلة شعرك الأساسية، بتعملي كل فترة ريتاتش إعادة للجذور. طيب انا عايزه اسالك سؤال بقى، تنصحي الناس بايه عشان حتى الشعر الجديد اللي انت بتقولي لسه بيبقى طالع برضو يبان شكله حلو، او يهتموا ازاي بشعرهم بعد موضوع البروتين ده؟ بعد البروتين في مجموعة عناية بالبروتين، يعني في شامبو، بلسم، حمام كريم، سيرم للشعر. المجموعة دي لازم اوريدي بتشتريها تستخدميها بعد البروتين، هي اللي بتحافظ لك على البروتين، تخلي شكل شعرك ومظهره جميل وتحافظ عليه في نفس الوقت. طيب هو موضوع البروتين ده، يعني انا عايزه الصور بس يا جماعه، معلش بتاعه
بتاعت الأستاذة ميري. أنا عايزة أسألك سؤال، هو موضوع البروتين ده أنا كنت شايفة في الصور بتاعتك لما أنا كنت بديها لفريق الإعداد كان فيه شعر بيبقى بايظ خالص خالص وبيبقى مجعد فيه خالص. فراغات، هو يعني فعلا ممكن بيكون بيطلع كمان شعر كويس؟ مش يعني مش بعيد، لا بتفتح المسام وتطلع الشعر كويس. طيب انا عايزه بقى كمان الناس اللي عايزه تتواصل معاكي يعرضوا طبعا ارقام تليفوناتك وكل حاجه، صح؟ انت بتروحي صح البيوت، انت اونلاين وكده صح، مالكيش مكان؟ لا لسه ماليش مكان. تمام. طيب بعد كده عايزين نتكلم عن ايه تاني بتعمليه؟ كانت الرموش، اكستنشن الرموش ايوه ده كلمينا بقى شويه تقنية الموضوع ده. حديثة برضو طالعة، في ناس رموشها ضعيفة خالص، في ناس اصلا حابة ان رموشها تبقى كثيفة. احنا بنقدر نعمل ده، بنحط حاجة اسمها اكستنشن رموش، رموش طبيعية خالص، بنلزقها بجلوهات معينة وبطريقة معينة عن طريق تقسيم العين، بنلزقها بتدوم معاكي، يعني بتدوم شهر تقريبا، وكل فترة ريتاتش طبعا أساسي، تعملي إعادة للحاجات اللي وقعت، للحاجات اللي عايزة تتظبط، وتدوم معاكي شهر تاني، فكل شهر ممكن تعملي ريتاتش تقعد معاكي للشهر اللي بعده. بس هو ده مش غلط على الرموش نفسها بقى بعد كده؟ مش بيأثر يعني قدام يا على موضوع جماعة الرموش ده؟ صدقوني، هي مدة معينة للجلو، اول ما مدته بتخلص بتفك لوحدها وتقع، ملهاش دعوة بالرمش الاساسي خالص. ايوه يعني، بس انا رمشي شايل تقل اصلا تاني. لا خالص، هي خفيفة جدا، مش بتحسي اصلا انك، مش زي الرموش بتاعت الوان بيس اللي احنا بنركبها دي بتبقى حاسة في حمل على عينك من فوق، لا خالص، هي طبيعية جدا، يعني شكلها طبيعي قوي كأنها رموشك الطبيعية، بس ربنا خلقك برموش كثيفة شوية، وفي نفس الوقت بتدي طول وخفيفة خالص 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 على العين. يعني عادي انا افضل لو فضلت اغسل في وشي طول اليوم عادي مش مشكلة؟ هي ليها شوية تعليمات طبعا، مش بنجيب مية عليها، مش بنستخدم اي استني بس، ريموفر ميك يعني ايه اب، ما اجيبش مية عليها؟ يعني طب اللي عايز يغسل وشه يعمل ايه؟ يعني هنغسل من تحت العين كده وننظف من عند القورة كده وبس، طب مش واللي عايز يفوق الصبح يعمل ايه؟ يشرب قهوة. والله ما بهزرش يشرب بجد، قهوة. يعني بفضل طول المدة اللي انتي مركبة فيها الرموش دي ما احطش مية على عيني؟ هتحطي ميه بس مش لازم بقى ميه اللي احنا بنقعد نعمله بالفوطه وندعك في عينينا، لا لا بالراحه، يعني نتعامل معاها على انها طيب والمسكرة لما بيجي ما بقى مش محتاجة تقوليلي مش مش محتاجة هي مش مسكرة؟ محتاجه بقى مسكره خالص، هي بتدي لوك المسكره وكل حاجه لذيذه جدا. يعني طيب اوكي ماشي مش مشكلة. هي يا جماعة هي ظهرالكوا برضو اكيد. هو انت حضرتك كنت بعتلنا طيب صور للي انت عاملاه برضو الحاجات اللي انت عاملاها في الرموش، صح؟ في يا جماعه واحده تقريبا كنت انا شايفه فيها فعلا يعني ناس كنت انت مطوله لهم برضو بس قماشهم. دي تاتو اي لاينر مش اكستنشن الرموش. لا ده الايلاينر يا جماعه. طيب ما دام جينا يا جماعه على موضوع الايلاينر، طيب قولي اتكلمي بقى عنه موضوع الايلاينر ده. دي برضو حاجه جميله جدا، بنعمل بالتاتو، اكيد كل الناس عارفه التاتو الحواجب او التاتو رسومات الجسم، طبعا هنتكلم لسه عنها. ايوه بص بقى عايزين ده ايه تفصيليا كده بقى، قولي لي حاجه حاجه بقى. بنرسم فوق العين الايلاينر اللي الناس كلها بتحطه بالقلم ويتمسح في اي وقت انت حباه بالريموفر ميك اب، احنا بنعمله دايم، اللي هو في ناس شغاله فمش بتلحق كل يوم الصبح تصحى تعمل ميك اب كامل، تحط لاينر وتحط شادو وتحط، ففي ناس بتحب تنجز وقتها وترسم الحاجات دي دايما معاها طول السنه علشان تقدر تنزل بسرعه لشغلها وما تتاخرش عن الشغل، فالناس دي اكتر ناس مقبله قوي على الحاجات دي. تاتو ايلاينر يعني بنرسم خط ايلاينر فوق العين دايم على طول معاكي، بيدي شكل جميل، بيوسع العين، ومش بتحتاجي بقى كل يوم تتعبي في مجهود. عايزه اقول لك حاجه وما تضحكيش عليا، قولي. موضوع تاتو الايلاينر ده، طب يعني انتي وانتي يعني كنت بترسمي لي موضوع المايكرو بليدنج كده النهارده، كان في حاجه اكيد يعني تاتو ده حاجه هو عامل زي التاتو، طب انتي بتخزي العين ولا بتعملي ايه بقى في التاتو بتاع العين لا ده؟ لا في بنج طبعا لا عندنا. سيبك من ده، بتدخلي ازاي هنا عند العين؟ بتعرفي ازاي يعني؟ ما دي بقى دي الموضوع الصنعة بقى. صعب بجد. ايوه لا الموضوع سهل وبسيط، طب وبيقعد قد ايه؟ برضو دايم سنة برضو كل سنة؟
في طيب ناس احنا بصي عايزين الحاجات مصداقية دي للناس. انا بصي يا جماعة انا اللي جربته هي بقى، بصي انت لازم تجربي لي باكج كله على وشي عشان اجي اقول يعني للناس، انا مش عينيا هيبقى ليكي لازم استغلك احسن استغلال. طبعا من غير ما تقولي. طيب كلمينا عن بقية التاتو. عندنا تاتو الشفايف حاجة أساسية قوي وجميل، ممكن هما يعرضوا صورة ليه. بصي تاتو شفايف ده بقى حاجة كده وهم، بيديكي لون شفايف وردي. في ناس اللون بيثبت معاها تقيل، وفي ناس درجة شفايفها بتفتحها 4 درجات عن ما احنا عاملينه. ليه بقى ايه الفرق؟ حسب طبيعة البشرة، في بشرة بتحتفظ باللون، في بشرة الجلد بينطر اللون. دي حاجة ربنا خلقها ما نقدرش نتحكم فيها، تمام. بس هو حاجة جميلة جدا بس برضو. انا ملاحظه حاجه بقى هنا، الموضوع الشفايف ده صح فيه كده، انا حاسه ان انتي نفخيها. مش نفخاها ولا حاجة، في عميلة تيجي تقولي انا عايزة شفايفي تكبر شوية، تمام. فانا بـ 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 بالطريقة معينة بالرسم برسمه، بخرج عن اللاين بتاع الشفايف الاساسي اصلا، والحتة الفراغ الفاضية بملاها اصلا باللون، فبيديكي شكل انك شفايفك كبيرة. مش بيبقى باين بقى لو حد قرب منك ان لا لا مستحيل، منطقة التحديد دي ان في حاجة طالعة عن ما الشفايف؟ هو دي بقى الفكرة في كده، انك تقدري بالتلوين الدايم تعرفي تعملي كل الحاجات دي، تداري العيوب، تزودي، تكبري، تصغري، دي في ايدينا بنتحكم فيها. تمام. كان في بقى تاتو ايه بقى، ندخل بقى على تاتو ايه رسومات الجسم. التاتو الجسم. ايوه كلمينا بقى عنها. بصي في فئتين من الناس في موضوع التاتو، في ناس يعني التاتو ده اساسي في حياتها، لازم تعمل كل فترة تاتو رسمة، الرسمة دي بتبقى دايما معاكي على طول، بتدي مظهر جمالي طبعا. معلش يا جماعة احنا دي مش فئة. هنعرضهم عشان للأسف هي الصور تقريبا جت متأخر، فبس هنتكلم عنهم. اتفضلي. دي فئة من الفئات. في فئة تاني مثلا بتبقى عندها مثلا وحمة، الوحمة دي احنا بنقدر نرسم حاجة جنبها تدي شكل تاني خالص، تغير ان بدل ما شكلك عندك وحمة موحشة الشكل ده، لا احنا الرسمة اللي احنا حطيناها بتدخل ماتشنج مع الوحمة دي، تعمل مثلا ايه شكل جمالي. يعني في وحمة حمراء، حد عنده وحمة في كتفه حمراء واخدة بقعة كبيرة مثلا، احنا ممكن نرسم فوقيها كاس مايل، كأن الحاجة الحمراء دي مدلوقة من الكاس. ده ابداع. لو الصورة كانت موجودة كانت هتوضح انا جدا، كان نفسي اه بصراحة انا شفتهم. كانت هتوضح جدا. في ناس تاني عندها نمش، في ناس بيبقى عندها في وشها وفي جسمها نمش، نقدر نعمل نيجي على جزء نمش كبير شوية، نرسم ورقة شجرة، فرع شجرة جوه النمشية دي حوالينها تحديد، فتديكي شكل ورقة شجر ملونة، فبتحلي شكل الحاجة اللي خالقها ربنا، ممكن تكون عيب او انتي تبقي مضايقة منها. هو مفيش حاجة ربنا بيخلقها لنا طبعا وحشة، بس في ناس بتتضايق من الكلام ده، فاحنا نقدر نخلي نخلق من الحاجة حاجة شكلها احلى. هو التاتو ده بقى برضو بيفضل قد ايه برضو؟ لا التاتوهات دي دايما على طول. اه انت يعني ما في ناس بتبقى عايزة ساعات تاتو ما بيبقاش دايم صح؟ ما في تاتو مؤقت طبعا، اه ما ده بس اللي في انا بكلم. اقبال برضو على التاتو الدايم. في ناس بتبقى عاملة رسمة مثلا وخلاص زهقت منها مش عايزاها، ما في ناس، ما انا بقول على كده، وفي ناس تحب تغير يعني، في ناس بنقدر اصلا مش احنا بقى بتبقى عايزة بنقدر تاتو نغير دايم. في ازالة تاتو طبعا، بس وترسمي دي على صعبة. اللي انا اقصده يعني ان في ناس ممكن تقولك انا شوية بحب اغير، فبتقولك ان هي مش بتبقى عايزة دايما التاتو اللي هو الدايم ده اللي انا اقصده. في ازالة. يعني في ناس بتيجي تعمل التاتو بعد من فترة ليه بس سنين مش بيعلم تزهق في منه. الجسم لا لا لو خالص؟ روحتي لو عند مركز كويس متخصص، اهم حاجة اي حاجة من الحاجات دي يبقى عند مركز متخصص، مش بتسيب اثر خالص في الجسم. في ناس بتجيلي عندها مثلا رسمة عملتها وبقى لونها بهتان مش حلو، زهقت، بقدر ارسم لها رسمة عليها تداري خالص الرسمة من تحت، تبقى مبسوطة جدا بقى، اللي هو انا غيرت خلاص، اخيرا اتخلصت من القديم وعملت حاجة جديدة، وفي نفس الوقت القديم مش باين، متداري بالرسمة الجديدة. طيب كمان في ايه بقى، اكريليك اللي هو الاكريليك بتاع الضوء. اكريليك الضوافر. اه كلمينا عنه. بصي بقى مبدئيا بصي انتي 7 صنايع كده من الاخر يعني. بصي اتفضلي. مبدئيا ست البيت،
ست البيت يعني اكتر حد تعبان وايده على طول في ميه بصي لو سمحتي انت بتقلبي عليا المواجع عشان انا من الناس اصلا اللي كانت ضوافري طويله جدا، فما تقلبيش عليا المواجع في موضوع ست البيت ده. يعني تقدري تقولي التقنيه دي طالعه لاكتر ناس هم ستات البيوت يعني، والبنات طبعا يعني كلنا كل الناس يعني، بس هي اكتر حلوه لستات البيوت، لان الستات دي متعوده ان هي تجيب الضوافر العاديه وتركبها وما تكملش يومين ولا حاجه وتقع. لا احنا عندنا طلعت حاجه اسمها اكريليك، عباره عن بنايه ضافر، بنبني ضافر على ضفرك الاساسي بيفضل دايم معاكي لمده شهر ويمكن اكتر من شهر. الفكره ان هو بيطول لقدام وضفرك الاساسي بيظهر. يعني هي اصلا اهو يا جماعه على الشاشه، طمعين اتفضلي، بيطول قدام وبيطلع ضفرك الاساسي اصلا، فبتعملي له ريتاتش برضو اعاده. الاعاده دي بنبني من الاول وجديد الحته الجديده الحته اللي طلعت، وبنغير اللون مثلا، وبيفضل معاكي دايم شهر تاني. فالستات بيبقوا فرحانين قوي بالكلام ماشي ده. بس انا برضو يعني في ناس لما كنت بتكلم معاهم في الموضوع ده وفي ناس جربوه كانوا بيقولوا لي ان هو لما بيجي يطلعوه من ضوافرهم كانت ضوافرهم بتطلع معاه، ما هو ليه يطلعوه بقى يعني ليه؟ او كان بيبوظ منهم مثلا، بيقولي كان بيبوظ يعني. ما هي لازم لما تعمله تروح، لو خلاص مش حباه عايزه تشيله تروح لحد يشيله لها، لكن مش نخلعه بايدينا مستحيل لانه ثابت جدا. هو مش موضوع حتى ان ممكن تخلعه بايديها، هو يعني كان في ناس تقول هو يعني هو مش وارد ان هو يبوظ خالص. لا طب امتى ممكن يبوظ؟ حالتين اتنين، لو انتي اتخبطتي خبطات جامده فيه، تاني حاجه البشره الدهنيه، في ضوافر دهنيه زي ما في بشره دهنيه في حاجه اسمها ضوافر دهنيه، الضوافر الدهنيه دي بتنطر الاكريليك. طب امتى اعرف ان انا بشره لا مش دهنيه بنعرفها دي غير لما برضو؟ نجرب، نجرب ونعمل الاكريليك بيثبت يبقى انت ضوافرك عاديه مش دهنيه. اتنطر منك قبل اسبوع يبقى انت كده ضوافرك دهنيه. طيب والضوافر الضعيفة مش بيأثر عليها أو هو أصلا بالعكس بيبقى ده هو أقوى منها؟ بيحافظ على ضفرك الأساسي، بيخلي ضوافرك الأساسية من تحت تطول، فلما تيجي تشيليه بعد شهر مثلا لو حبيتي ضوافرك اللي تحت طولت خلاص، تمام. يعني هو ريكفر للضفر الأساسي. طيب انتي كده خلاص كل الحاجات اللي انتي بتعمليها، في حاجات تانية ولا لسه؟ خلصنا. اوكي احنا اتكلمنا عن كل حاجة. طيب انا عايزاكي برضو موضوع الشعر ده، سيبك من موضوع البروتين ده خالص، انا عايزاكي تنصحي الناس نصايح شوية في موضوع الشعر ده. شعرنا لازم نهتم بيه، نعمل حمامات كريم، بلسم شعر، ما يعديش اسبوع لما تكوني عاملة حمام كريم طبعا. تسريح الشعر، في ناس تعمل يعني في ناس تقعد مثلا تعمل شعرها استشوار ومكوى في الكوافير وتقعد الاسبوع كله مثلا او في الصيف 3 ايام عقبال ما تيجي تعمله تاني او تغسله تاني ما تحطش المشط فيه، لا دي حاجه وحشه جدا. المسام بيبقى محتاج انك تمشطيه كل يوم، تمسكي المشط وتسرحي شعرك ده اساسي. طب اخر حاجه معلش، هو موضوع البروتين اللي احنا اتكلمنا فيه ده، هو مهما الواحده فضلت بقى تغسل في شعرها كتير، انت كنت بتقولي يعني بعد سنه تقريبا صح؟ صح. طيب ما هنفترض مثلا ان طبعا هي الستات بتبقى غير الرجاله، الرجاله ممكن بيغسل شعره كتير، ممكن مثلا ست لو عادي ممكن هنفترض ان هي بتغسل شعرها كل يوم كل يوم كل يوم، ده ممكن بيأثر في المده ولا برضو عادي لا لا طبيعي؟ لا طالما بتستعملي الشامبوهات مش الشامبو، بتأثر لو شامبو برضو مش كويس؟ ما احنا مش هنستعمل اي شامبو، احنا لازم بروتين، يبقى مجموعة البروتين اسمها مجموعة العناية بالبروتين. طب الشامبو واللي بيستخدم شامبو عادي؟ شامبو خاص بالبروتين. ماشي هنفترض ان حد مثلا يستخدم شامبو لو عادي؟ عايز حد يستخدم شامبو لا عادي، ما ما ينفعش. تعرفيش ما ينفعش دوف اي نوع لا 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 بترشحه لنا خالص، هو لازم بس الحاجات الخاصة بالبروتين طبعا بس؟ طبعا عشان تحافظ على البروتين يفضل ثابت معاها مدة أطول. بس خلاص كده. نشكرك طبعا يا استاذة ميرسي ميري، استفدنا منك كتير ميرسي يا جدا، طبعا فندم. لينا حلقات تانية كتير مع بإذن بعض ربنا طبعا. بإذن اعزائي ربنا. المشاهدين يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده، وزي ما انا قلت لكم اللي عايز يعلن عن اي حاجه يتواصل معانا من خلال اسره البرنامج. توحشوني جدا جدا لحد الحلقه الجايه، واخر شعار هقعده لكم تاني، فكرتنا النهارده مستقبل بكره، الى اللقاء.